مساء الخير على كل مشجعي ومشجعات مهارات عظيمه. اهلا بحضراتكم، حلقه جديده وان شاء الله النهارده نعمل مهارات جديده ونشوف مع بعض وصفات تنول اعجاب حضراتكم. اسمحوا لنا بقى في البدايه دلوقتي نقول احنا هنعمل ايه النهارده. هنعمل وصفه لطيفه جدا ولكن الكبار والصغيرين يعني هيحبوها. هي وصفه خاصه بالدرامز او بالدبابيس بتاعه الدجاج، وهي برضو في ناس كتير قوي بتحبها، سواء تعملها مقرمشه او تعملها بصوصات باربيكيو وتدخل الفرن وتتعمل ليها كده وصفه لطيفه. لكن احنا النهارده هنعملها بطريقه مختلفه شويه. خلينا نقول كده المقادير ونبدا نتكلم مع بعض عنها. اول حاجه بسم الله، عندي دبابيس الدجاج المقرمشه او الدرامز. عندي كيلو من الدبابيس من غير جلد طبعا هنخليها. عندي لسلق الدبابيس بصل وطماطم، عصير ليمون، ورق لورا، وحبهان، وفلفل اسود، وممكن رشه من الملح. طيب الخليط نفسه اللي هنعملها بيه، عندنا الدبابيس اللي احنا هنقطعها بعد كده وهنفرمها، وهنحط معاها بطاطس مسلوقه على حسب الكميه اللي حضراتكم حابينها، لكن ده على الكيلو هتطلع لنا كميه كويسه جدا. عندي بهارات الدجاج، وعندي توم باودر، وممكن تحطوا كمان بصل باودر. عندي ملح وفلفل، عندي جبنه شيدر، وممكن نضيف كمان جبنه رومي بتدي طعم وتيست حلو قوي لو موجوده عندنا. التغليف تغليف الطبيعي جدا بتاع اي حاجه بنعملها بريدنج، هي الدقيق واللبن والبيض والبقسماط. انا هنكه بشويه زعتر بشويه توم باودر بصل باودر، لانه بيدي نكهه حلوه قوي حتى للبريدنج او للبقسماط اللي احنا هنغلف بيه الوصفه الجميله دي. تقدروا تضيفوا بابريكا، تقدروا تضيفوا اي منكهات خاصه بحضراتكم انتوا تحبوها. تعالوا كده نقول بسم الله ونبدا الاول. عندي اول حاجه الدبابيس هسلقها سلق عادي جدا، وده على فكره ينطبق لو انتوا عندكم حتى بواقي من الدبابيس الموجوده عندكم مثلا، يعني اتسلقت قبل كده وانتوا مش محتاجينها، ممكن قوي تستغلوها في الوصفه دي، خصوصا ان انا مش هتخلص من العظمه بتاعه الدبوس، يعني هحتفظ بيها عشان هي دي اللي هتديني الشكل اللي انا هقفل بيه الوصفه ان شاء الله مع حضراتكم. طيب خليني بس كده افصل التايمر ده عشان ايه تعبني شويه. خلاص نقلب سنه، يلا بينا نبدا. اول حاجه هجيب بوله. طبعا انا بعد ما بسلق الفراخ بسلقها سلق طبيعي جدا زي ما بسلق اي فراخ عندي في البيت، بصل وطماطمايه، ورق لورا، حبهان، اي منكهات، ملح، فلفل، اللي انتوا عاوزينه. وبعدين تاخد السلقه بتاعتها، بتطلع بعد ما بتتسلق كده بسيبها تهدى خالص وتبرد. بصوا بشيل طبقه الجلد دي مهمه جدا لازم اتخلص منها اهي، وهبدا هنا افصص دول. انا كمان يعني هعمل حاجه تانية غير التفصيص، ان انا هقطعهم كلهم كده شويه بالسكينه، عايزاهم يبقوا طراي شويه. خلاص هنضف دي كلها وهشيل الزياده ده كله هشيله انضفها كده، ومن تحت كمان وهعملها كده وهحطها هنا. ليه؟ علشان انا عايزه يعني اخد الكميه اللحم دي استفيد منها في حاجه تانية. اهو بصوا هشيل كده الجلد بتاعه كله، وطبعا تقدروا تستخدموها حتى لو كانت فراخ باقي عندكم في الثلاجه ما يجراش حاجه. المهم ان الدبابيس دي محببه عند الولاد قوي، يمكن حتى لما بنجيب الفراخ المقرمشه تلاقوهم دايما يستسهلوا ياكلوا الدرام ده او الدبوس ده. انا عايز الدرامز علشان هي سهله عليهم قوي حبايبي، يعني ايه في اكلها. وبعدين ننضف هنا كمان ونحط العظمه هنا، هنشيل كل ده، هنفصص الكميه اللي حضراتكم شايفينها دي، بس اهم حاجه تخلص من الجلد. ودي برضو من الحاجات الجميله اللي الولاد هيتبسطوا بيها قوي، تقدروا كمان تحتفظوا بيها في الفريزر لاي وقت على التحمير، بس هتدوها اي حاجه هنعملها في البيت ببريدنج خاص بالبيت لازم تدوها، تنزلوها مره تانيه قبل التحمير النهائي. لما هتطلعوها من الفريزر لازم تاخد تاني تنزل في البقسماط ضروري، مش بالضروره تنزل في البيض والدقيق والبقسماط، كفايه البقسماط بس، يعني نعزز طبقه البقسماط الخارجيه اللي فوق. بصوا بننضف كده الدبوس ونشيل العظم ونحتفظ بيه علشان نقدر نخلي طبقه البقسماط ليست مبلله، لانها بتندي، ده شيء طبيعي يعني، ده شيء طبيعي، لكن بنعززها. بصوا كده اهو بنفصص الحاجات دي كده، شايفين؟ دي برضو من الوصفات الحلوه قوي، ناس كتير قوي مش مصريين عملوا الفكره، واحنا اي حاجه بتطلع ترند بنحب نعملها لحضراتكم عشان برضو الولاد دايما
بيميلوا للاكلات اللي شويه جاهزه بس بشكل مختلف وجديد. بسم الله هاخد هنا كده كاتنج بورد، خليني وبعدين هقلع، معلش ده عشان ما زفرش السكينة بتاعتي، وهاخد كده واحد تاني وخلينا ايه نبدأ نقطع. بس افرم الفراخ دي، انا مش محتاجة كبة ولا حاجة، انا بس محتاجة ان انا افرمها كده بسكينة حلوة، انعمها شوية. وانا طبعا سلقت بطاطس عادية جدا معها ملح، وبعد ما اتسلقت هرستها او بشرتها زي ما حضراتكم تحبوا، الطريقة اللي تريحكم، هي بتدي قوام للوصفة الحلوة دي. خلينا ناخد السكينة دي وناخد كده كمية ايه من الفراخ دي، ايه نفرمها كويس كده ده عشان ما يبقاش فيها اجزاء، طبعا بتبقى حتى لو كانت في التلاجة بتبقى نشفت شوية كده. فرم كده، حطوا بقى انواع الجبن، ممكن تحطوا موتزاريلا، واحلى موتزاريلا تستخدموها دي مش المبشورة. ناخد قطعة من المكعبات بتتباع يعني في السوبر ماركت، جيبوها قطع على بعضها وخدوا منها قطع صغيرة. حضراتكم خدوا مكعب صغير وحطوه جوه الحشو اللي احنا هنحشيه دلوقتي، لما نيجي نحطه على الدرام بتسيح جواها وبتبقى لطيفة. يعني انواع الجبن دي ترجع لكم، ممكن تلفوا عليها جبنة من الجبن بتاعة السلايدز بتاعة البرجر اللي بنستخدمها دايما للبرجر، اهو شايفين كده بالايه هنا ده. وتعالوا بقى ايه نقطع بقيتهم دول عشان تبقى كميه الفراخ حلوه. اي فراخ تتبقى عندكم حتى لو مفيش درامز، انا بس كنت محتاجه ليه الدبابيس قلتها لحضراتكم، عشان انا هعمل العجينه بتاعتي على العظمه بتاعتها، اكيد مش هعرف اعملها على الصدر، مش هعرف اعملها على ايه الحاجه التانيه. لكن لو موجوده عند حضراتكم حبيتوا تحتفظوا مثلا بالدبابيس دي اللي بعد ما اتاكلت والعظم موجود، حطوه في الفريزر ما يجرالوش اي حاجه، وبعدين نطلعه في وقت تاني يكون عندنا من الصدور ما تبقى مثلا، او من بواقي فرخه مسلوقه عندنا، ونعمل نفس الوصفه مش هيجرى اي حاجه. خلاص اهو كده، بصوا بقى دي كده الكميه بتاعه الدجاج. خدها على جنب وهجيب بوله نظيفه، بسم الله هحط فيها كميه الفراخ اللي احنا قطعناها من الدبابيس اللي اتسلقت اهي قدام حضراتكم. هنشيل دول وهنبدا ناخد رشه فلفل، رشه من الملح، بصوا من الثوم بقى والبصل الباودر بهارات، وهاخد شويه وتقدروا تحطوا بابريكا لو عايزين، بس انا هحط سنه زعتر كمان بيدي تيست حلو قوي مع الفراخ بصراحه. وهاخد شويه من البطاطس المهروسه، خلينا نشوف كده الكميه دي قد ايه مع الدجاج. والبهارات بتاعه الفراخ تتحط، وبواقي الايه قسمت الكميه شويه مع البطاطس، ان البطاطس خلوا بالكم لو مش متملحه صح هتاخد من طعم الفراخ حتى لو اتملحت، فلازم يعني نعملها صح. بصوا بقى نعجن كده مع بعض الخليط ده كده، شايفين ازاي ننعمه قوي، حراره الايد هتخليه كافي انه يبقى ناعم كويس كده، لما يبقى عجينة حلوة ممكن نضيف كمان شوية من الجبنة الشيدر اهو سو كده، شايفين ازاي اهو الحاجات دي بقى الولاد يحبوها قوي. محتاجة تعملوا منها
كميه وتحطوها في الفريزر هتتبسطوا بيها قوي وهترتاحوا، مش عايزه حضراتكم تتضايقوا. بس لو هتحمروها بعد ما تبقى موجوده في الفريزر زي ما اتفقنا، هننزلها في طبقه بقسماط ثانيه ومن الفريزر على الزيت، ما نستناش لما تفك عشان هتفصل الطبقه الخارجيه بتاعتها، هتفصل اهو. هنيجي بقى ناخد كده، ممكن ولهنا شايفين العظمه بقى بتاعه الدبوس اللي احنا شلناها، هنبدا ناخد كده ونعمل كده اهي، كاننا بنركبها تاني على الدبوس بتاعها. شايفين ازاي اهي تاخد شكل الدرام اهو، كويس من هنا شايفين كده. حطها لكم هنا تشوفوها الاول قبل ما اجيب طبق تاني اهو. بصوا عشان تشوفوها احسن، بسم الله اهي كده اوضح بتهيألي. وناخد واحدة تانية، العظمة اللي احنا احتفظنا بيها اهو، بصوا بدخلها فين اهي، وبعدين ابدأ اقفل عليها كده. شايفين ازاي؟ وهنا كمان اهو، اقفل كويس هنا عشان تفضل ماسكة في العظمة دي زي ما بنعمل الكفتة كده على الأسياخ اهي. شايفين حضراتكم؟ نقفل بقى الكام واحده بتاعتنا دول. طبعا انا افضل ان حضراتكم وهي على الوضع ده تدخل التلاجه، تقعد تلت ساعه كده تتماسك وتبقى تمام، وبعدين نحطها فين؟ في ال بقى نعمل الخليط بتاعنا دلوقتي هنجهزه اللي هننزلها فيه. اهم حاجه عايزه اقول لكم للناس اللي حابه الفراخ تكون شوربتها نقيه جدا، اهم حاجه ان انتوا لازم تسيبوها يوم بعد ما تعملوا مرق الفراخ. اهم حاجه تاخدوا المرق اللي انتوا عملتوه بعد ما نكهتوه بكل المنكهات، حطوه في الثلاجه لازم لتاني يوم علشان الطبقه اللي فيها دهون تجمد على وش المرق وتقدروا تتخلصوا منها بكل سهوله. هي اي نعم مش هتتخلص من كل الدهون، لكن هتتخلص بتقريبا نسبه 80% او 85% من نسبه الدهون اللي موجوده في المرق ده لو عايزينه مرق نقي من غير دهون. بصوا اهي، هناخد واحده كمان ونعمل اهو، شيل ده. شايفين ازاي لازم اسقعها؟ اي حاجه هبدا اعملها في بريدنج، بوفتيك مثلا، باني، ستريبس، الحاجات دي مهم قوي تسقع. لما بتسقعوها بتحصلوا على نتيجه رائعه جدا، لانه بيبقى مرتاح وسقع وبينزل في الزيت بيدي نتيجه احسن. شايفين حضراتكم؟ بقفل بس هنا كويس من الجزء ده هنا كده عشان تبان كلها جزء واحد. يلا بينا. لا لسه شوية كده، نعمل واحدة كمان ون ايه. اهم حاجة ابشروا او اهرسوا البطاطس كويس، ما يبقاش فيها قطع عشان ما تفصلش في الخليط ده كده اهو. شايفين ازاي الولاد بيحبوا الحاجات دي قوي، بيتبسطوا بيها جدا على الرغم ان هي وصفات بسيطه وسريعه، والله مش هتحتاج وقت. واحنا النهارده هنعمل كمان سندوتشات لكل اللي في الساحل بقى، كل اصحابنا اللي في الساحل وكل الناس اللي عايزه تاكل حاجات سريعه. انا عارفه انه كمان المامي بتبقى راجعه هي كمان تعبانه وعايزه تتبسط معاهم وعايزه تشاركهم وعايزه، فقصه انها ترجع كل حاجه بقى. اديكم نصيحه حلوه، كل حاجه عند حضراتكم من اللحوم من الفراخ من الاسماك اعملوها بالخليط وحطوها في الاكياس الحراريه ودخلوها الفرن على طول. اعملوا يا دوب جنبها يا اما مكرونه يا اما رز يا اما اي حاجه من الحاجات النشويه مع السلطه، مش هتحتاجي تعملي حاجه، انت نسيتي كل الحاجه هتطلع لك رائعه.
دي لو وصفة سريعة وعاوزينها في المصايف إذا حابين تاكلوا حاجة. يعني أنا لما أحط فرخة وأتبلها أحط معاها بطاطس وجزر وبصل وشوية خضار وتطلع مظبوطة وجميلة، هتتحط هيتاكل الخضار اللي معاها مع شوية الرز مع السلطة، وجبة كاملة. تعالوا بقى هنا نسخن الزيت بتاعنا، خليني بس أقلع الجلافز وهبدأ هنا أجهز الخليط بتاعي. الخليط اللي هو عبارة عن إيه؟ تعالوا، عندي هنا اللبن، شوية لبن، وخليني تعالوا بقى ايه نتخلص من كل الحاجات دي، خليهم هنا، يلا بينا ونبدأ. ادي كده الدرامز اللي احنا بنجهزها، خليني اشغل بس هنا. بسم الله الرحمن الرحيم، نعلي. تمام. طيب البيض المفترض ان انا هكسر بيضه بيضه، عشان طبعا انا قلت لحضراتكم قبل كده انه البيض في الصيف الواحد بيبقى خايف شويه، فبتطمن انه بص طول ما البيضه اولا ملمسها تقيل، امسكوا البيضه كده تلاقوها تقيله، تقيله يعني لسه محتفظه بكل السوائل اللي فيها وطازه. وطبعا اكيد لو حضراتكم بتجيبوها تلاقوا تاريخ الصلاحيه، طب لو مش كده هوزنها كده. بصوا كميه البياض حلوه ازاي والصفار مظبوط ازاي، كميته حلوه وجميله فريش اهي. كل ما يبدا يقل الخليط ده كل ما تعرفوا ان البيض قرب يبقى مش فريش، يعني مش ايه مش طازه 100%. اهو شايفين، نحط بقى البيضتين، وبعدين هاخد كده البقسماط هنا، وعندي طبعا دقيق، ممكن نخلط ما بين الدقيق والبقسماط شويه، انا بعمل كده دايما مع البانيه، ساعات ما بعملش كده لانه بيبقى الحمد لله الطبقه ماسكه عليه، بس هي زي ما قلت لحضراتكم المهم في ان احنا نعمله صح ونعمله يعني بطبقه كويسه ونكبسها كويس ونسيبه يسقع شويه قبل التحميل هتطلع مظبوطه. هناخد كده من الدقيق شويه، معلقتين كده او معلقتين ونص، هنقلبهم كده. ادي الخليط زي ما حضراتكم شايفين، هاخد شويه من الزعتر بيدي ريحه وطعم للبقسماط. البقسماط ده بعد ما نخلص اللي فيه ما ترموهوش، هنصفيه هننخله وهنشيله في كيس وهنكتب عليه ان احنا عملنا بيه الدرامز او الفراخ، عشان يبقى معروف ان ده بقسماط خاص بالفراخ، ما ينفعش اعمل بيه مثلا بفتيك، عشان الفراخ ليها زفاره مختلفه وبكتيريا مختلفه وقصه مختلفه تماما. طيب هاخد هنا بقى رشه من الملح كده، واحط طبعا على البيض كمان واللبن. طيب وهاخد كمان رشه من الفلفل على البيض واللبن، ورشه كمان من الفلفل على البقسماط، يبقى حطيت ملح فلفل، ممكن رشه بهارات لو عايزين، زعتر لو عايزين، اي منكهات، روزماري، براحتكم، وتحتفظوا بيه رائع، تقدروا تعملوا ده في البيت عادي. انا حطيت كمان 3 معالق دقيق ومعلقتين ونص اهو، بسخن الزيت هنا بس لسه ما سخنش شويه حلوين، يعني عايزاه يسخن شويه حلوين، وهنبدا نضرب الايه. بسم الله. البيض ممكن يبقى بيض وشويه ميه، مش شرط لبن لو مش عايزين، بس احنا بقى عاملين حاجه في البيت مغذيه، لازم نحل لزوجه البيض بلبن او بميه. بصوا عشان ما يبقاش فيه اللزوجه دي، اطلع ما يبقاش فيه اللزوجه دي، اللزوجه دي ساعات بتنزل البريدنج من عليه، تنزل الغلاف ده من عليه، فلازم تبقى الخليط حلو كده سائل، ونضرب البيض كويس. عارفين بقى فكره البيض كويس دي كمان بتبقى في ايه؟ بتبان قوي لو ما خلطناش البيضه كويس لما نيجي نعمل مكرونه بالبشاميل بالطريقه التقليديه بتاعت زمان امهاتنا، وبعدين نلاقي بنضرب البيضه وبعدين نحطها على وش المكرونه. البيضه دي لو ما اتضربتش كويس جدا والبياض بقى في ضمن الصفار، هتلاقوها عامله في التسويه في الفرن خيوط بيضه مش حلوه، خطوط، وكأن هي ما تربتش كويس، ده بيأثر على شكل المكرونة لما بتطلع. دي من ضمن الحاجات برضو اللي جات لي عليها أسئلة، ففرصة إن احنا إيه نجاوب حضراتكم. تعالوا بقى نسمي الله، هلبس كده بقى الجلافز، ننظف هنا ونبدأ إن إيه نحط بقى الفراخ دي مع بعض كده. تعالوا بقى بسم الله الرحمن الرحيم، أيوان ناخد كده ون إيه ونشتغل. بسم الله، هنزلها الاول في الخليط السائل، طبعا لازم تسقع، انا بقول لحضراتكم دي خطوه مهمه اهي، هنزل كده معلش وهطلع هحط هنا كده
شايفين ازاي؟ كويس، تمسك كويس من الألف للياء اهو، شايفين؟ ناخد تاني. المادة اللزجة دي بقى لو كانت طالعة كانت هتضايقني قوي، لأنها هتنزل من على الدرام ومش هتخلي البقسماط يثبت عليه. حاضر، شوف بس الزيت لسه سنه، بجربه بالبقسماط. عايزين تجربوا الزيت سخن ولا لا؟ بصوا انا حطيت رشه بقسماط اهو، حالا هوريكم. نحط رشه من البقسماط صغيره قبل ما نجرب في اللحمه بتاعتنا او في كده اهو، ادي رشه اهي، بصوا كده ما غليتش على طول. اذا لسه الزيت اهو، لسه الزيت ما ايه ما غليش اهو اهو، شايفين؟ شايفين ازاي؟ بس استنى بقى لما دي اول ما تنزل المفروض تغلي بسرعه اسرع من كده. طالما غليت بسرعه يبقى كده الحراره مظبوطه علشان تسوي وتديني اللون الذهبي الحلو. انا هقفل دول بقى خلاص كده، وممكن عقبال ما اقفل دول هستسمح حضراتكم ان احنا نطلع لبريك، وايه او لو هو خلاص هيجهز معايا دلوقتي، هو الزيت لسه قدامه بس شويه، فانا ممكن اقفل الكام درام دول ونرجع ايه نحمر سوا مع بعض، علشان لو انا حطيت بدري الزيت تاكدوا انه هتشرب زيت ومش هتبقى حلوه ومقرمشه وهتوقع الطبق الخارجي. ممكن دلوقتي نستسمح حضراتكم في بريك، ونرجع بعد البريك نستكمل باقي الوصفات علشان احاطر اصحابنا وحبايبنا اللي في الساحل دلوقتي. ورجعنا لحضراتكم مره تانية بعد الاستراحه. دلوقتي احنا حطينا الدرامز او حطينا الدبابيس بعد ما غلفناها، واتفقنا انه طريقه التغليف تبقى ازاي. حطيناها تستوي بقى في الزيت بعد ما سخن معايا، بصوا حراره متوسطه علشان يتحمر من كل الجوانب. ما تنسوش احنا كل حاجه الحمد لله مستويه، ولكن عشان نحافظ على طبقه البريدنج الزيت يكون شويه يعني ايه، بصوا باين من الفراخ باينه سنه، ولكن الزيت غزير ما يبقاش لنصها، يبقى يعني اكتر من النص شويه علشان تطلع حلو. لان طبعا في المحلات بتنزل في فراير، فراير ده بياخد ما شاء الله كميات من الزيت عميقه. احنا طبعا في البيت بنحاول يعني كل ما تصغروا الحاجه كل ما تبقى كميه الزيت اللي حاطينها اكبر، ولكن لو انا حطيت مع درامز كميه زيت قليله هيتلسع. طيب هنشوف بقى شكله لما طلع، هنستعرضه ونشوفه قبل ما يطلعوا دول كمان معانا، وبعدين هنبدا نعمل بقى وصفه لطيفه جدا من الوصفات السريعه المحببه لكثير من الناس. خلينا بقى نشوف الاول شكلها. بص شكلها جميل ازاي وبتحافظ على الطبقه الخارجيه بتاعتها. نقدر بقى نلعب في الطبقه الخارجيه دي زي ما احنا عايزين، نحط بقسماط على دي زي ما انا عملت كده مع الزعتر مع المنكهات، نقدر نحط الرقائق الذره الصفراء بتاعه الاطفال نعملها ميكس وننزلها مع البقسماط زي ما حضراتكم تحبوا. في بعض المطاعم بتعملها بالدقيق بس، يعني المتواجد عند حضراتكم هم تدوها تيست وطعم وتبهروها بطعم انتوا بتحبوه. طيب انا دلوقتي هبدا بسخن جريل عندي، وعايزه اعمل وصفه ثانيه سريعه لاي بقى ساندوتشات، ممكن احطها على مكرونه مسلوقه، ممكن احطها على رز ابيض، ممكن اكلها في الساندوتشات. تعالوا كده نشوف الوصفه دي تعمل وتتاكل مع اكتر من حاجه، لو هي حاجه سريعه في البيت او للعشاء او للغدا بسرعه. طيب عندي الفاهيتا، فاهيتا الدجاج هنعملها بطريقه سهله وبسيطه. عندي صدور دجاج بقطعها شرايح لطيفه، وعندي فلفل الوان شرايح الاخضر والاصفر والاحمر، عندي بصل متقطع شرايح رفيعه، وعندي زيت زيتون، عندي ليمون، عندي شطه وكمون، وكمان عندي بابريكا وملح وفلفل. انا بقى ايه نقولهم مره كمان. طيب انا عندي كالاتي، عندي صدور دجاج، عندي فلفل متقطع الوان، وعندي كمان بصل شرايح، عندي زيت زيتون، عندي ليمون عصير ليمون يعني، وشطه دي حسب الرغبه، كمون، توم باودر، عندي كمان من البابريكا، عندي ملح وفلفل. تقدروا حضراتكم تستخدموا اي حاجه انتوا حابينها من التوابل او المنكهات دي. طيب انا دلوقتي هبدا بقى اعمل اول حاجه، بسم الله، هاخد كده بس عصير الليمون، بسم الله الرحمن الرحيم، هحط نقطتين على الدجاج، بسم الله، نقطة كده من عصير الليمون هغلف فيها الايه كده، بسم الله، وهقلب تقليبة حلوة
بعصير الليمون. الاول الصدور اللي احنا قطعناها شرايح دي كده، وبعدين هنبدا ننكه الدجاج ده بشويه منكهات. نبدا بقى في البابريكا، نحط بقى الثوم الباودر، رشه بسيطه من الكمون، شطه حسب الرغبه لكن هتدي تيست حلو، ممكن ربع معلقه كده. البهارات طبعا بتاعه الدجاج، وبعدين هاخد رشه الملح والفلفل. شايفين ازاي؟ وكمان هنحط رشه من الفلفل. بسم الله. وتعالوا بقى نقلب كل الحاجات دي الاول على خليط الدجاج عشان تدي طعم حلو كده للايه، للنساير بتاعه الصدور دي. اللي عايز يخلط مع الفاهيتا مثلا الاوراك او الجزء الاحمر من الفرخه مفيش مشكله، على انه ساعات قطره بس هي تطلع حلوه مظبوطه. بصوا كده شايفين، هنقلب بقى كده عشان ايه تثبت عليها ونسيبها شويه. طبعا عصير الليمون ده بيدي مزازه بسيطه وجميله ومطهر ومعقم للدجاج برده. تعالوا بسخن الجريل بولعه، يعني لازم يبقى سخن جدا جدا علشان لما تنزل تاخد صدمه عشان ما تنزلش ميه، ما تعملش سوائل. طيب هبدا بقى اخدها كده بس ايه معايا. بسم الله، انا مجهزه صدر هنا اوريكم برضو انا قطعته ازاي. انا بحب الصدور الكامله شويه لانه لما انا بقطع الصدر كامل وهو على سمكته بيديني الوصفه بتطلع معايا الصدر مش ناشف. لو انا خليت حد يقطعه لي وهو رقيق قوي هينشف. فبصوا التخانه دي مهمه، هوريكم ازاي هنقطعه. بصوا سخنت قوي، قبل بقى ما اعمل اي حاجه هاخد نقطه بسرعه من الزيت وهروح بسرعه. بسم الله منزله الفراخ. بصوا شايفين اهي، مش هعمل اي حاجه، عايزه اسيبها تاخد الصدمه لحد ما هي تتغلف وتعمل الطبقه دي تطلع معايا بسهوله اهو. شايفين ازاي؟ كل بقى ما هبدا اديها كده بالمعلقه على بسيط، هتبدا مش عايزه اجي عليها، اسيبها لما تتغلب صح وبعدين تطلع معايا بسهوله اهو عشان ما تتنثرش مني وتبوظ. هروح مقلباها هتظبط معايا. تعالوا بقى ننزل شويه منها. نجهز هنا البصل، وطبعا انا ما خدتش كل الكميه اللي انا حطاها في التوابل لاني هضيف شويه بعد ما اضيف الخضار، وده ليه؟ علشان الخضار كمان ياخد او البصل والفلفل ياخد من طعم الفراخ. بصوا شايفين؟ اوكي شايفين؟ اوكي بصوا، اول ما بدات بقى اقلبها طلعت معايا ازاي؟ هي خلاص عمل وما لزقتش في الطاسه. ليه؟ لانه انا سبتها لما عملت طبقتها وتماسكت وبعدين رحت مقلباها اهو. شايفين ريحتها روعه بصراحه. شايفين ازاي كده؟ هبدا بقى احط هنا شويه من البصل. بصل بقى عايزين تستخدموا البصل الابيض اوكي، البصل الاحمر ماشي بس هو الابيض بيبقى حلو معاها. احمر غالبا بيبقى حلو قوي مع السلطات، مع الحاجات اللي احنا مش عايزين فيها نكهه البصل قويه قوي علشان يعني ايه الابيض ده بيبقى دايما للطهي للحاجات اللي احنا ايه فيها نكهه قويه عايزين نشعر بيها كده. هنبدا بقى ايه نقلب تقليبه، وهوريكم برضو لو اذا نزلت ميه ايه الحل تعملوه ازاي، وتعالجوا القصه دي ازاي لو ظهرت معاكم. هاخد شويه بصل كمان، وهنحط بقى شويه الفلفل كمان الالوان. ناخد شويه من الفلفل الاخضر، شويه من الفلفل الاصفر، والفلفل الاحمر. شايفين ازاي جميل جدا؟ واو. يلا بينا تعالوا بقى، وانا هنا مش انا ضفت الخضار
اسمحوا لنا بقى نضيف شويه من التوابل اللي احنا ايه نصنصناها. حطيت جزء مع الفراخ، هحط الجزء الثاني مع الايه الخضار او البصل والفلفل الالوان، بهارات الدجاج. الكمون ما حطيتش منه اكتر من نص معلقه، ما بنزودش من الكمون. بصل، الثوم الباودر، رشه بسيطه من الايه الشطه، ده اختياري، وطبعا رشه ملح بسيطه ورشه فلفل بسيطه. اهو هنقلب بقى تقليبه حلوه كده، بسم الله، الريحه روعه. هسخن انا بقى طاسه ثانيه هنا، اللي عايز بقى يدي معلقه كاتشب يدي، اللي عايز يدي معلقه من مثلا باربيكيو مثلا صوص، ممكن معلقه اللي تحبوه زي ما انتم عايزين. بس عايزه اقول لكم بصوا، وبعدين عايزه اقول لكم على حاجه، لو انتم ما عندكوش التوابل دي كلها ومش حابين ان انتم تجيبوا، في اكياس توابل بتتباع جاهزه في السوبر ماركت مكتوب عليها توابل فاهيتا، حطوها بس مع الملح والفلفل وخلاص، هتطلع رائعه، هتطلع رائعه. شايفين ازاي انا الطبق ده مع مجرد انه يطلع معايا هقدمه مع مكرونه مسلوقه، مفيش مشكله، هقدمه مع رز ابيض جاسمين رايس ماشي، هقدمه مع ساندوتشات عيش فرنساوي مفيش مشكله. تعالوا بقى نشوف احنا هنقدمه ازاي دلوقتي، يلا بينا. انا هنا عندي كده من العيش الفرنساوي، وهبدأ أطلع منه علشان أجهز للساندويتشات. قلب هنا، وهسخن بقى طاسة تانية. بصوا الصوص هنا بسيط ازاي، هيبدأ ينشف معي، هو ده اللي بيسوي شوية الفراخ ومن غير ما تكون عاملة صوص كتير في البان أو في الجريل تحت. أهو شايفين مش عايمة بقى في المية، لأ عشان تديني النكهة الحلوة دي. هو اصلا الفاهيتا ليها كده اطباق من الزهر لطيفه جدا، بتتقدم على قاعده خشب كده ساعات بتتباع، في ناس بتحب تجيبها في البيت، بتبقى شكلها لطيف في التقديم ودايما بتطلع فيها الدخان بتاعها المميز جدا. انا هسخن جرال تاني هنا علشان ايه، او بان تانيه هسخنها اديها تشاك تانيه هنا عشان تنشف قوي ونقدمها بقى في الساندوتشات. اهم حاجه ان هي تبقى ليها تيست حلو، ما يبقاش فيها صوص كتير يضايقنا واحنا بناكل. طيب هنبدأ بقى ناخد كده ونفتح ممكن من العيش بتاعنا ده شوية. اوكي ده بصوا ده ده، شايفين شايفين ازاي جميلة ريحتها تجنن. طيب أنا قطعت الصدر إزاي؟ قطعته بطريقة تقليدية جدا عادية جدا، بس خلينا الأول نقطع العيش وبعدين هوريه لكم. باخد الصدر ده اتنين يعني بفتحه بالنص وبقطعه كده شرايح بالجنب، بس ما بعملش حاجة أكتر من كده علشان أنا في الآخر عاوزة ال أهو، والعيش أهو بفتح بس من هنا. طبعا أي نوع عيش بقى أنتوا عاوزينه كل واحد حر، في ناس تحب تعمل ده في التورتيلا مثلا ممكن تعمله، احنا هنعمل دلوقتي العيش التورتيلا وهنقدم زي ما انتوا عايزين. ممكن بقى كده في كمان العيش ال ممكن يكون هو فتحه لي محمد. طب تمام، خليني بس اتاكد انه مفتوح ولا لا عشان ما ابقاش بفتح في جزء تاني. تمام احنا فاتحين اهو، اوكي دن، تسلم ايديكم. تعالوا بقى نعمل بقى الساندويتشز، بس قبل ما اعملها كل مجموعه هاخدها هروح منشفاها هنا، هوريكم ازاي دلوقتي. ممكن ناخد واحده تانيه من السبونز دي، هاخد كده طبعا بيبقى الجريل احسن، واسع بقى على النار اهو شايفين ازاي. شايفين بنشفها ازاي؟ اهي
شايفين ازاي؟ اهو يلا بينا نشفت تماما. انا مش عايزه حاجه غير اني احطها في الساندويتش. يلا بينا يلا بينا اهو. واو ناخد بقى كده ساندويتش ساندويتش ونبدا نحط فيه. بسم الله. مع بقى بطاطس ويجز مع اي حاجه انتوا حابينها للولاد هيستمتعوا بيها جدا. عشاء غدا حاجات سريعه على البلاج مفيش اي مشكله خالص. بس ارفع دي هنا من على النار معلش كده. شايفين ازاي؟ شايفين اهو. يلا بينا بسم الله. تسلموا حبايبي اهو. وناخد واحد كمان. احلى حاجه الفاهيته دي. وهنشف على ده. انا عايزه البني ده او اللي نزل من الفراخ ده العصاره بتاعتها يفضل موجود في البان زي ما هو. شايفين كده؟ اوكي يا حبايب قلبي اهو. يلا بينا. شايفين؟ انا هعمل واحد اخير وشكرا. انا بقى هستسمح حضراتكم هنطلع لبريك. هطلع شويه تانيين كده من الفاهيتا بصوا وهنشفهم هنا برضو بنفس الطريقه لحد ما تبقى كلها تمام. وهستسمحكم بقى نطلع لاستراحه. هنرجع بعد الاستراحه نشوف هنكمل باقي وصفاتنا معانا ايه. مستنيه حضراتكم. ورجعنا لحضراتكم بعد الاستراحه. دلوقتي هنعمل وصفه محببه جدا وهي برضو البكيني. بكيني بيتعمل بالهوت دوج او بالسوسيس. كتير ممكن يبقى عندنا كده ممكن نعمل منه وجبه حلوه. ساندوتشات بيحبوها برضو الولاد وهنديها كده لمسه واضافه لطيفه. بعد ما عملنا طبعا الفاهيتا نشفناها اهم حاجه في التنشيف عشان تديكوا ريحه التدخين الحلوه دي. تعالوا بقى نبدا. انا هقول المقادير. طبعا انا لو عندي سوسيس او هوت دوج سواء كبير او صغير اللي موجوده عند حضراتكم. عندي مجموعه من الفلفل الالوان، فلفل اخضر واحمر واصفر. عندي شرايح من الطماطم ودي اختياري. عندي باربيكيو صوص وعندي بصل متقطع جوليان وعندي طبعا البهارات الخاصة بالبكيني. تقدروا بقى تضيفوا زي ما انتم عايزين. عايزين تحطوا بابريكا، عايزين تضيفوا مثلا بصل باودر، عايزين تحطوا فلفل أخضر، ملح وفلفل زي ما انتم عايزين. دلوقتي بقى أنا بسخن برضو هنا الطاسة كويس قوي. قطعته كده اوكي كده. حطه هنا بنقطعه عادي دواير كده زي ما حضراتكم شايفين كده. وهنا بصوا كده يعني ايه حبه كده حلوين. بيبقى فيه شويه تخانه كده ما بيبقاش يعني رفيع قوي. طبعا مشهور قوي بعض المحلات اللي بتاعت الشباب اللي بيحبوها علشان يروحوا ياكلوا منها البرجر وما الى ذلك. لكن بيبقى موجود فيها كمان البكيني. في ناس بتبقى بتعمله حلو قوي وبتعمل كمان البنيني. البنيني اللي بيبقى عباره عن ان شاء الله نعمله صدور الدجاج. بتاخد تشيز وبتنزل في العيش وبيتكبس في الجرال اللي بيبقى زي ساندويتش ميكر بس المضلة. بيبقى البنيني ده رائع وليه صوص كده جميل مع صوص الاجبان اللي بتتقدم معاه بيبقى روعه بصراحه. يعني انا اشرب بس الفان هنا اساعدها انها تجف بسرعه كده اوكي. وهتبدا تسخن شويه حلوين وهجهز برده شويه زيت. الميزه هنا بقى انه طبعا نقدر نعمل افكار كتير قوي بده. في عجاين بيتحشي بيها بس بيبقى الصغير. وفي ممكن نحط عليه الاجبان. نحط عليه اجبان بتاعه البرجر يتلف وبعدين ننزله فوقه في عجينه ينزل في عجينه زي لما بنعمل الكورن دوج في النوادي. الولاد بيموتوا فيه. بتحط عليه الكاتشب وحاجات بينزل كده في العجينه. هنعمله ان شاء الله حاضر. هنبدا نعمل حاجات لطيفه كده سريعه وتبقى يعني عارفين ايه كلنا بنحبها والولاد بيستمتعوا بيها في البيت وبجد بدل ما تقعدوا تصرفوا كتير كتير. خلينا بقى ايه نحط كده شويه من الزيت. بسم الله شويه كده. هنزل بقى اول حاجه معاهم
البصل المره دي. البصل ده بقى اللي بيديله طعم حلو قوي، وتقدروا تعملوا ميكس زي ما انا عامله كده من الابيض والاحمر، لان الاحمر بيدي طعم تسكيره كده حلوه محببه مع البيكيني. طيب طبعا رشه الملح والفلفل دي مهمه مع البصل في الاول، تساعد ان هو ينزل الايه السوائل بتاعته كده. نقلب كده تقليبه كده. هنزل بقى بال، لو احنا جايبينه مغلف، بصوا انا بحب اعمل الخطوه دي عشان اعقمه، بمعنى هو بيبقى معمول له باكنج ومتفاكيوم، يعني ما فيهوش نسبه هواء ماسك ممسوك فيه قوي كده، فانا باخده بالكيس، بغسل الكيس الاول من بره، وبعدين باخده احطه في طاسه بكيسه بعد ما بغسله خلاص، بحطه في طاسه فيها شويه ميه وفلفل ملح، مش ملح، فلفل، وبعدين انزل الكيس فيها. اول ما يغلي بتروح الـ 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 الكيس بعد ما كان مقفول مضغوط فيه الهواء متبكيم كده بيروح مهوي، فابدا احس انه خلاص تمام، اروح ماسكاه قطع الكيس ومطلعه ده في طبق نظيف، واقطعه زي ما انا بقطعه قدام حضراتكم. دي اول خطوه هنا كده، ممكن نقطع شويه كمان، ناخد كده اتنين كمان معانا، بيليق معاه بقى قوي الصوص بتاع الباربيكيو صوص قوي، ممكن تحطوا له كاتشب وواحده بس معلقه صغيره مستردة من عيني يا فندم، زياده باربيكيو فندم. حاضر، مين عاوز ايه؟ اوكي يلا بينا هنبدا بقى دلوقتي نحط كده من الفلفل الالوان كله. ان شاء الله يعني هتستمتعوا بالوصفات دي، الولاد هيتبسطوا بيها قوي. وعلى فكره بدل ما احنا بنقعد في اي مكان، انا عارفه الولاد بيبقوا في يعني في المصايف دايما بيجوعوا، وده شيء طبيعي، او ما ينزلوا الميه حتى الكبار. في ناس بتحب تعمل سندوتشات معاها على البلاج، وده مش عيب، يعني مش عيب ان هم ياكلوا حاجه نظيفه حابين ياكلوها لحد ما يوصلوا البيت ويبداوا تعملوا الغدوه الرئيسيه او الاكله الرئيسيه، اكيد ده شيء طبيعي. فمش مش مش مشكله ان انا اعمل لهم حاجه زي دي بتحبوها، اخد جنبها بطاطس ويدجز او شيبسي، واعمل لهم حاجات لطيفه انا عاملاها في البيت سريعه، هتشبعهم هيبقوا مبسوطين لحد ما يرجعوا ياخدوا تشاور ويبداوا الدنيا تبقى معاهم لطيفه جدا، ويبداوا بقى يتجهوا الى المكان اللي انتوا عايزين تاكلوا فيه الاكله الرئيسيه، سواء في البيت او بره البيت. وقلت لحضراتكم انه اسهل حاجه في المصايف هي الحاجات المشويه دايما في الافران بالخضار. اسهل حاجه الورقه الكيس الحراري، حطوا فيه بط، حطوا فيه لحمه، حطوا فيه فراخ، حطوا فيه سمك، حطوا فيه كل حاجه انتوا عاوزينها. هناخد كده كام واحده بس من الطماطم متقطعه، بصوا مخليه من البزر واللحم بس زي ما حضراتكم شايفين كده. هبدا بقى اشوح تشويحه حلوه هنا، شايفين شايفين اهو، شايفين ازاي؟ تسلموا لي. بصوا بقى هناخد بقى شويه من الباربيكيو او البابريكا كمان، عندي بقى البهارات بتاعتي، وهنزل باحلى حاجه هتديني تيست وطعم مش محتاجه اي اضافات معاها، الباربيكيو صوص بس، رشه بقى بسيطه من الملح والفلفل قوي بعد ما حطينا الخضار. شكرا، هتستمتعوا بيها، ما عملناش حاجات كتيرة. اللي محتاج بصوا بصوا بقى هتديها كده طعم، وهتديله لون وتدخينة رائعة. شايفين بقى ادي البيكيني، عايزة اقول لكم الخطوة الاولى لما بنجيبه جاهز عشان بيبقى متغلف ومتفاكيوم، وازاي هنعمله بالخطوة الاولى حتى لو حضراتكم هتشوحوه بعد كده على الجريل وتاكلوه كده، لازم تعملوا الخطوة اللي قلت لحضراتكم عليها، ما ينفعش تطلعوه ني من الكيس وتسووه. طيب اولا يبدا هو اي نعم واخد ده ومتفاكيوم، واخد جزء من التسوية، لكن ده لازم اعقمه عندي في البيت وافك ده بالطريقة، فانا لازم مرحلة المية السخنة في طاسة انزل فيها الكيس بعد ما بغسله على الحوض وانشفه كويس، هنزله في مية سخنة فيها شوية فلفل، وبعدين اول ما يتفك الهواء ويطلع من جواه هبدا اشيل الكيس اقصه على الكاتنج بورد، اطلع منه السوسيس زي ما انتم شفتوه هنا كده، وابدا اقطعه مع حضراتكم واستعد للخطوه الجايه. هحشيه في بيتزا، هحشيه في فطاير، هحشيه في اي حاجه هيبقى بالطريقه اللي قلتها لحضراتكم دي.
بصوا ممكن بقى تعملوا كمان حط كده، وكل واحد بقى عايز يحطه في اي نوع عيش بيحبه زي ما انتوا عايزين. بس بصوا دي وصفات لطيفه جدا للولاد بيحبوها. عايزين بقى تدوا له طعم احلى كمان لو انتوا شغالين الشوايه الفحم، وحبيتوا بقى تحطوه على شوايه الفحم بعد الخطوه اللي برضو قلت لحضراتكم عليها، ما يطلعش من الكيس مجمد يتحط، او حتى لما يفك ويبقى لسه ما تعرضش لحراره يعني تعقيم. هتحطوه على الشوايه يديله الطعم المدخن ده. قطعوه واعملوه كده، او ياخدوه على طول في الساندوتش يحطوا عليه الصوصات اللي هم بيحبوها. عايزه اقول لكم هيبقى رائع. بصوا بقى الجمال، وده من الوصفات الجميله جدا. شايفين حاجه تجنن بجد. الحاجات دي سريعه وتقدروا تجهزوها في علب وتحطوها في الثلاجه من قبل، لو في مايكرويف بتسخنوا. والولاد بيستمتعوا بيها. انواع العيش يا دوب على ان انا اشتري العيش فريش، هيبقوا سعداء ومبسوطين على ان انا احشيه من بالليل واسيبه. فالولاد مش دايما بيحبوا العيش لما يكون يعني بات من قبل، بقاش لطيف قوي. دي مهمه ان انا ازاي اعرض بطريقه حلوه وفي نفس الوقت اكون باقل مجهود. فدلوقتي بقى انا هبدا هنا، شوفوا اجيب كاس كيس العيش هنا. هنا بعض وحدات العيش كده، ممكن بقى يبقى هنا همسحه بقى انا في الايه، في الطاسه على السخن كده، ياخد بس تحميصه هنا او على الشوايه بيبقى احلى. عارفين لما بنيجي نعمل المشويات والكباب والحاجات دي وبعدين نعمل ايه، ناخد العيش نحطه على الشوايه بيبقى روعه. في وصفات كتير كمان تنفع للفطار، وعدها ان شاء الله ده مفتوح، نعمل مع بعض حاجات لطيفه علشان اللي حابين حاجات للفطار، مش بس الوقت بتاع الظهر بتاع البحر او البيتش لما بيحبوا يروحوا على البحر او على البلاج، نعمل لكم حاجات للفطار لطيفه. بصوا يلا بينا. تعالوا بقى هنا. انا قلت ادوخ العيش شويه بما انه طلع مش فريش قوي. كده يلا بينا. بصوا بقى الجمال، بصوا بدات لسوع بقى. اللسوعه دي مع الصوص الباربيكيو، والله انتم ما هتحتاجوا حاجه تاني خلاص. بصوا بقى بالوصفه الجميله دي، وتعالوا بسم الله. انا المره دي هقدمه كده في طبق، هلسوع بس العيش كده شوية. بسم الله بسم الله كده. بصوا اللسوعة اللي في البان دي هي دي اللي ادت الطعم بقى مع الايه، مع الصوص اللي احنا حطيناه. شايفين هتستمتعوا بيه جدا بجد، طعمه يجنن، الولاد هيحبوه. واحنا يعني مبدئيا كده الناس اللي هنا دلوقتي اللي بداوا يعني يشوفوا الدنيا معانا عامله ازاي، ادينا له بس تشويحه كده. بصوا اللسعه دي اهي اهي، شايفين. وبقى صحه وهنا على قلب حضراتكم. ونحط بقى الطبق بتاعنا. بسم الله هنا ولا هنا حبايبي؟ هنا. اوكي. ودلوقتي بقى طبعا هنستعد مع حضراتكم ليه يعني الفقره الطبيه لاجابات اسئله حضراتكم. واتمنى يا رب دايما تبقوا كده من يعني متابعينا اللي دايما يبعتوا لنا ودايما يسالوا، واحنا بنشكر حضراتكم طبعا على حسن المتابعه من خلال شاشه قناه الاهلي. تحيه لكل متابعينا من خلال شاشه قناه الاهلي. نطلع بقى ونستعد للفقره الطبيه في انتظار حضراتكم.